ما زال التحسن الذي تشهده الأهوار الوسطى وهور الحمار طفيفا رغم الموجات المطرية التي شهدها العراق وتحسن المناسيب في حوض نهر دجلة، وهما يبعث على القلق خلال الصيف المقبل، إذ إن المغذيات الرئيسة لهذه الأهوار تعتمد على نهر الفرات الذي لم يتحسن وضعه كما الحال في نهر دجلة، ما يتطلب تعظيم الموارد المائية القادمة للأهوار من حوض دجلة. يمكن معالجة هذا الموضوع عبر عدد من المشاريع، من ضمنها ربط ما يسمى بقناة العمشان، قناة رقم 4 لتجيب المياه من العمارة من تقريبا مؤخر ناظم الابتيارة باتجاه ما تسمى ببحيرة فاطمة ومن ثم الأهوار الوسطى. وكانت عمليات التجفيف القسري التي قام بها النظام السابق قد قطعت أوصال الأهوار الشرقية والغربية والوسطى، لذا فهي تشهد تباينا في عمليات الغمر بحسب مصادر تغذيتها المائية، لكن الوزارة تعد بإعادة تشكيل مشهدها إلى سابق عهده. الوسطى والشرقية نحاول أن نربط مع بعض الماء اللي جينا من دجلة. السنة جتنا وفرة من دجلة الحقيقة. دجلة تسألتني يعني دجلة أوفر، أول شيء كثرة الأمطار في حوض دجلة اللي نسبة كبيرة من حوض دجلة هو في داخل أرض العراق، فهذا يعني تحصيل طلتنا. وبالحديث عن مستقبل الأهوار والمحافظة على ديمومتها، لا تخفي وزارة الموارد المائية قلقها بهذا الشأن لارتباطه بتوفير حصة مائية عادلة من دول المنبع، متحدثة عن ضرورة إيجاد توازن للمصالح المشتركة بين العراق وتركيا لضمان تلك الحقوق. هنالك تشابك بالمصالح بيننا وبين تركيا، ومصالح كبيرة جدا ومستقبل واعد جدا للعلاقة وتطوير العلاقة لمصلحة البلدين اقتصاديا وسياسيا وفي كل المجالات حقيقة. الأتراك داركين هذا الموضوع، داركين أهمية العراق وأهمية الانفتاح على العراق وأهمية حل كل المشاكل مع العراق اللي قد تعرقل التنمية ما بين البلدين. وتسجل الأهوار الوسطى منسوبا وصل إلى 90 سنتيمترا بزيادة بلغت 50 سنتيمترا منذ بدء موسم الأمطار. ما لم يتخطى منسوب الفرات في مدينة تشبايش حاجز 1.30 متر في شهر نيسان، يبقى وضع الأهوار الوسطى وهور الحمار مقلقا في الصيف المقبل بحسب مختصين. من تشبايش شرق مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.